ابي انت متى تبي الهيبه؟ تبيها الحين؟ تبيها الحين؟ خلاص معالي تعال بيك تعال تعال بيك تعال خلاص اشتغلوا اشتغلوا تعال بيك تعال خلاص خلاص عادل عادل شغلك بس لا تخ... لا لا هيبه الحين اي ولا كيف بس لا تخلص الهيبه كله في يوم واحد اي خلك شوي هيبه حق بكره انت الحين دخلت خلصت الهيبه كله في وقت واحد غلط غلط بكره بعد اي اي شوي عدل شوي ذو شوي ذو خلاص تفضل حبيبي رحم الله والديك والديك ان شاء الله الحين إيه؟ تبي تشتغل ما تشتغل بهواك ما بعد عمري يا ابو علي الله يعطيك العافيه لا لا بعد خل اشتغل يوم التسعد زين يا ابو علي التسعد زين بعد عمري يا ابو علي بعد عمري يا ابو علي واي شيء تبي اي بس قل لي عطني يوم واشد دخم إيه؟ انكسر لا لا تخلك بس على هالمنهج صدقني اذا تسمع كلامي لا خلي كل واحد فيهم يشوفك من بعيد يقوم يسوي كذا زين بس انا الحين انا واقف يمك انا الحين انا وانا واقف يمك خايف دقيقه واحده اعطيهم هيبه واحده عشان اقول قصر والارضيه كل اي يلا يلا كيف كيف ما اكتفيت انت الظهر بقول ايه اقول لا شوف حبه ونصه هلا ولا فوق ايه وانت قاعد افرك دقيقه بس دقيقه بس دقيقه انت الحين لك ساعه قاعد هنا ما خلصت لان يعني بتقعد للصبح هنا الحين اخلص وانت وين؟ ان شاء الله انا بروح الحين ان ما جيت وشفت المحل واصرخ ولا ما بنظيف لرجعكم ثانيه وبالعصا من اللي مسالتك اقول لك ولا كلمه الحين ننظر كذا يلا ها رجع جاي رجع جاي روحي روحي انك خفت يا ابو علي لا لا ما خلاص 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 راح راح مشاكل جتني من راسي حرام عليك يا ابو دويش انا حالي من حالكم اول ما دخلت استقبلني بالعصا حرام عليك من عليك من ما علي ما علي بنشوف لحال بنشوف لحال بس اسوي له انا منافق مرسول كذا منافق مريض كذاب ادري ولا وشك علينا انا منافق انا منافق راضي لا لا عادل خلص مس 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 خلص رجال مالي دخل اسمعني يا عادل عادل يا جميل يا حيلي انت جبني طيبتك بس مو علي تزعل ما تمشكم مالي دخلت يا ابو دويش استقبلني بالعصا ابو علي وقال يبي يصنع نفس هيبه انا ايش اسوي بعد انا عندي لكم حل الحين انتم تبون العفسه ديش لا العفسه دي ما ادري هو قام سيب يعني الحين على على التعب وعلى التنظيف وما يعرف يسوي لك كبسه ما هي طبخه مو بحيل ومريض طبخه دمار انتم انا اطبخ احسن منهم اي طبخه وياني انا حاسس ان في زي توسوس توسوس انا قاعد اشتكي ما في توسوس انا وياكم تبي الدليل شنو؟ الدليل انا بعلمكم الطريقة اللي تخلون فيها ابو علي ما يتكلم وياكم نهائيا. شنو؟ نفتك من احنا. يجي ابو علي الحين سووا حملة واحدة ضده.
اللي بالملاس يعني من وافق يعني من وافق ما نسوي شيء وابد ما يقدر عليه شيف مريضي بس أنا شوك كنت في اتوس وص ما في شيء أبو دويش أنا وياكم يا بعد عمري وياكم أمنح العصا إلى السبلك ما عليك ما يقدر يخمسك العصا امسك العصا يا أبو دويش خلي يجي بس يحترم نفسه انت اللي أبجب العصا تبى أمسكها وأبغض منه فهم إيه وتصور وياي لا تخاف أجل قاعد يكرفكم في المطبخ قاعد ينظف وتكفين ها أجل ولا والمشكلة تدري وين على هالكارف ما يعرف يسوي له كبسة يا هذا المشكلة كبسة أجل اسمع إحنا ما بننظف شيء خلاص قلنا شوف وصل له كلام قلنا ترى إحنا ما بخايفين ولا بننظف خلاص ترى خلاص إحنا ترى ولا مسوين شيء وصل لك كلام رايح رجل اصلا من حق انه يخليكم تنظفون يجيب لنا انا شايفك اليوم المغارب كاش خش حالاتك كنك معرس انا والله وسخ يضابي لبس يدينك اي كلكم يا بعد عمرك اشخن كذا اجل هذا اشكال شوف وجهك شلون وجهك كله بار وجهك مريضي خلاص انتهيت قل له مو منظفين وخليه يجي لنا هنا ما بقى منين مريضي انا ترى واحد دمي يقلي عرف إيه. انا ترى اجاني الشيطان بقطع على الجدر انا ما علي منه اي بس انا اجيب لكم الحين جبه ربع تعاونوا ماذا لو انا وياكم تستم قلبا وقالبا يلا خلاص وقلبا وقالبا معاكم قلبا وقالبا عفس اللي رتبته كل شيء عفس كل شيء مو من حق وانا قلت ما يقدر عليكم بهالي زعقنا يجي احنا قام صار اللي مو بحاسبين الحساب تمردوا وعفسوا المطبخ كله ما لهم الا العصا يا ابو حالي قام ما في يوم الا العصا قالوا كلش وخلى يجي ونشوف كنا نحن خايفين من تمرد يا ابو علي الوضع خطير وضع خطير على طول بالعصا لا ترحم ايه بسم الله عمي ابو علي فرصة أخيرة عشان خلاص يلا اشتغلوا يلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.